أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: إن كان في أخي ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. لكن ليعلم أن الغيبة كما أسلفنا خطرها عظيم، لكن لو أريد المجاهر بالبدعة وبالشر يذكر ما يتعلق بشره. ولذلك في الصحيحين لما أتى رجل وعائشة رضي الله عنها عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس أخو العشيرة. فلما أتى تطلق له النبي عليه الصلاة والسلام وألان له الكلام. فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، ألنت له الكلام وقلت كذا وكذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء شره. انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتناقض، لا، أراد أن يبين عظم شر هذا الرجل، وهذا تحذير. لما أتى لم يمدحه حتى يناقض قوله، لا، وإنما ألان له الكلام من باب المداراة، لأن المداراة تختلف عن المداهنة. المداراة أن تبذل من دنياك لصلاح دينك أو لصلاح دنياك أو لصلاحهما معا، كما قال القرطبي، قال: وهذه مباحة وقد تستحب. وأما المداهنة أن تترك شيئا أو أن تترك دينك من أجل بقاء دنياك، هذا هو الفرق. ولذلك قال رحمه الله: فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما يجب من التحذير، وفعل له مما يتعلق بالدنيا من حسن الكلام، وهذا مباح من باب المداراة، من باب مداراة هذا الرجل لعله يؤلف قلبه أو لأمر آخر كان يقصده النبي عليه الصلاة والسلام.